كما أكد في جوابه على سؤال لصحفي النهار أن فتح رأسمال للمؤسسات العمومية ليس وليد اليوم وهو موجود في القوانين السابقة، وأكد أن الهدف من تلك أو من ذلك ليس قتل المؤسسات العمومية بل تقليل الضغط على الحكومة. قانون موجود منذ الآن أكثر من 7 سنوات تاع فتح رأس المال في حد 36 34 34، باش عندما الشريك يطبق كل ما اتفق عليه في دفتر الشروط، يزيد الاستثمار، يزيد في مناصب الشغل الى اخره، يدي 34 اللي بقات. هل في رايك انت تبقى الدوله تسير شركه تاع البريك؟ ولا الدوله تبقى تتكفل بدعم سياسه السكن باش الناس يسكنوا؟ هل الدوله تبقى تستكلف بمطاحن؟ او الدوله تشوف كيف تقوم بدورها باش تدعم المداخيل الضعيفه في مواجهه حاجيات السوق؟ هذا من بعد تجي تقول لي ننهي الشركات العمومية، لا، تتحول الشركات العمومية ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة. احنا نريد ان تتطور للمزيد من المردودية. كما كشف الوزير الأول أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تم رافعها إلى 1000 مادة، وأن الحكومة ستقوم بإضافة أي مادة يحقق الإنتاج المحلي فيها الاكتفاء الذاتي في هذه القائمة. إذن ذوك اللعبة وين راهي؟ أو الشطارة وين راهي؟ فيها 1000 مادة اللي ما تدخلش، وقلتها أمامكم الإعلام، كل ما يبلغونا باللي فيه مادتين 5 10 20 غطاو السوق نزيدو نقفلوها، وهذا ما يتناقضش مع التزاماتنا مع الاقتصاد الدولي مع الاتحاد الأوروبي ولا شكل آخرين، لأن كل هذه الاتفاقيات تعطي لكل دولة حق أن في ظرف صعب استثنائي يطبق بعض الاجراءات الاحترازيه دي كلوز دو سوفغارد. كل عام يتكل احتياط الصرف بما يقارب 20 25 مليار دولار. انا نقول لك بان على 4 سنوات نمشي نسلف من الخارج، نسلف عامين ولا 3 سنين، ونصبح في عدم استطاعه تسديد المديونيه الخارجيه، ونمشي لصندوق النقد الدولي ونعرف جحيم صندوق النقد الدولي. في موضوع اخر، تسخر عدة